السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير يا تلاميذ، ان شاء الله تكونوا كامل بعافية. ان شاء الله ان شاء الله نلتقي في اقرب وقت. ننتبه الان، اذا في هذا ننتقل الى الميدان الثاني وهو ميدان المادة وتحولاتها. الدرس الاول هو الوحدة السادسة بعض القياسات. قبل ان نتكلم عن القياس المقرر في الوحدة هذه، نبدأ بقياس بعض المقادير الفيزيائية. لما نقول مقدار فيزيائي ماذا يعني؟ يعني أن هذا المقدار مقدار معناتها يمكننا تقديره معناتها ماذا؟ معناتها قياسه. ولقياس مقدار فيزيائي ما يجب أن نعرف وحدته وكذلك أداة قياسه. من بين المقادير مقدار الأول وهو الأطوال، قياس الأطوال. هذا قريته في سنة في الابتدائي تعرفوه فقط باش نبدأ نديرو مقارنة فقط. إذا قياس الأطوال ووحدات القياس، نشاط واحد كيف أقيس طول الجسم. إذا ماذا نستعمل لقياس الأطوال؟ في أغلب الأحيان تلميذ يستعمل مسطرة، والوحدة في المسطرة ما هي؟ هي السنتيمتر أو المليمتر. نبدأ الآن في نشاط واحد كيف أقيس طول جسم ما. لاحظوا شو يقول هنا؟ باستخدام حاسة البصر يعني بالعين، نراقب بالعين نشوف الشكل تاعي. عندي قطعتين مستقيمتين، القطعة AB والقطعة CD. ماذا يقول هنا؟ باستخدام حاسة البصر قارن بين طول القطعتين. ما معناتها قارن بين طول القطعتين؟ بالعين نشوف الكشكول هي القطعة الكبيرة ولا متساويين ولا وحدة أصغر من وحدة. هذه المقارنة، إما التساوي أو عدم التساوي. عدم تساوي يعني وحدة أكبر من أخرى أو العكس. حسب الشكل هنا ماذا نلاحظ؟ تظهر لنا القطعة AB أطول من القطعة CD. هل هذا صحيح؟ بالعين يظهر لنا هذا، لكن لو نأخذ المسطرة ونقيس سوف نجد العكس. لاحظ هنا 25 سنتيمتر، وهنا ماذا نلاحظ؟ القطعتان A و AB و CD متقايستان. إذا يظهر بحاسة البصر بأن طول القطعة AB ما بها أكبر من طول القطعة CD. هذا يظهر بالعين فقط، لكن لما نستعمل أداة قياس ما سوف نتأكد. وشفتوا شلون الآن معايا؟ إذا نجد أن القطعتان متساويتان. إذا قال كيف يمكن التأكد من إجابتك؟ ماذا سنفعل؟ ماذا فعلنا للتأكد من الإجابة؟ استعملنا أداة من أدوات قياس الأطوال. الأداة هنا هي المسطرة، فوجدنا أن القطعتان كل واحدة فيها طولها 25 سنتيمتر. إذا ما هو طول القطعتان؟ قلنا القطعة AB طولها 25 سنتيمتر والقطعة CD طولها 25 سنتيمتر. مفهوم؟ هذا واضح. إذا بحسب البصر هل يمكننا تحديد بالضبط أطوال القطع أو الأبعاد؟ لا يمكن ذلك، بل يجب علينا ماذا؟ استعمال أدوات قياس. منها أبسط حاجة اللي هي متوفرة عند التلميذ هي المسطرة. سوف نرى بعض الأدوات الأخرى. إذا هنا هل تقاس الأطوال بأداة قياس واحدة؟ ماذا نستنتج؟ تلميذ ممكن يقول لك بس تعرفوها هذه، يقول لك نستعمل فقط المسطرة، وهذا لا، هناك عدة أدوات حسب الأبعاد. واعلموا حاجة نقولها لكم، أنه كلما كانت وحدة القياس صغيرة، كلما كان القياس أدق. معناتها أدق يعني القياس يكون مضبوط تماما. لما تكون وحدة معناتها لما قست القطعتين هذه لو زدت شوية هنا يحتل هنا بالمسطرة تقريبا 25 سنتيمتر تقريبا فاصل، لكن لو حنقيس بوحدة أقل من سنتيمتر وهي ماذا؟ هي مليمتر، سوف نجد القياس مضبوط تماما. مثلا حنقاس 27 مليمتر.
خطيرة كلما كان القياس أدق. هذا هو. إذا بالتأكد من أنه يمكننا قياس الأبعاد أبعاد مختلفة بأدوات مختلفة ووحدات قياس مختلفة. هنشوف بعض الأمثلة في هذا الجدول عن الأجسام. عندي الكتاب، كتاب المدرسي، عن الميمحة، الطاولة، الطاولة اللي يجلس فيها التلميذ، حجرة القسم، الطول تاعها، وطريق معين، طريق تسري عليه السيارة. إذا بالنسبة للكتاب، بماذا سيقيس التلميذ كتابه وطول الكتاب تاعه؟ سوف يستعمل مسطرته، هذا هو. والوحدة في المسطرة اللي عندكم كامل هي سنتيمتر. بالنسبة للممحة كذلك، ممحة صغيرة قيمة طولها 4 سنتيمتر. بالنسبة للطاولة لو حيقيسها بالمسطرة، التلميذ ما عندوش وحدة، الأداة هي المتر. إذا حيقيسها بالمسطرة راح يلقى بشحال هنايا متر، 1.25 متر، بالسنتيمتر حيلقى 125 سنتيمتر. نضرب في المئة طبعا نحوي المتر للسنتيمتر. والأمتار هنايا كاين أدوات قياس هي المتر، من بينها المتر الخشبي الذي يستعمله الخياط أو بائع القماش، كاين متر شريطي متوفر تقريبا في كل البيوت، كاين المتر الشريطي الحديدي هذا في المعدنين الذي يستعمله بناء إلى آخره. هذا هو. بالنسبة لحجرة القسم، حنا باش نقيسها باش ناخذ مسطرة ونمشي نمشي نمشي حتى نكمل طول القسم 6 متر. ماذا سنستعمل؟ أحد أدوات هي الأمتار، نستعمل متر مباشرة. سوف مثلا نجد قاعدة حجرة القسم طولها 6 متر. بالنسبة للتاريخ، هل سنستعمل السنتيمتر أو المسطرة؟ هذا غير ممكن. أولا سيأخذ مدة طويلة لقياسه، وإذا هناك طريقة جديدة وهي الجهاز الضوئي. مثلا خدينا طريق معين من A إلى B كان طوله 20، ما هي الوحدة لأطوال المسافات؟ هي الكيلومتر. لما نسافر مثلا من مدينة إلى مدينة نراقب في التاريخ، كذلك في السيارة تاعنا كاين عدد السرعة مقدر بالكيلومتر على ساعة. لماذا؟ المسافة هي كيلومتر والزمن ساعة، لأن السيارة لما تمشي مش هتمشي لي أمتار وتتوقف، خاصة إذا كان سفر راح يكون مسافة طويلة مقدرة بالكيلومتر والزمن راح يكون بالساعة. إذا بقياس المسافات نستعمل جهاز ضوئي والوحدة هي الكيلومتر. بالنسبة للنتيجة نشوفوا مش هدرنا ولا صحيح ولا لا. إذا أول حاجة لا يمكن الاعتماد على حاسة البصر في عملية قياس الأبعاد، تأكدنا من هذا. حاسة البصر ليست دقيقة، راح تعطيني بالتقريب، لا يمكن أن تعطينا البعد بالضبط، هذا هو. إذا لقياس طول الجسم نقارن طوله بطول جسم آخر مأخوذ كوحدة قياس. ما معناتها هذا؟ معناتها ناخذ وحدة قياس هي سنتيمتر، ناخذ الجسم المراد قياس برده اللي هو الكتاب، راح نحط المسطرة فوق الكتاب ونقيس، نقول مثلا طوله 120 سنتيمتر، إذا وحدة القياس اللي قارنتها مع طول الكتاب هي سنتيمتر، هذه هي. ولا مثلا خديت وحدة المتر نقول 0.28 متر طول الكتاب. واضح؟ إن شاء الله سنواصل. ننتقل للنشاط الثاني. هذا يقول عنوان: هل تقاس الأطوال بنفس الوحدة؟ ماذا استنتجنا؟ هل كل الأبعاد أو كل الأطوال تقاس بوحدة واحدة؟ ماذا استنتجنا من سابقا؟ أنه هناك عدة وحدات لقياس الأطوال. سوف نلاحظ بعد الأمثلة المسافات بين المدن تقاس بأكبر وحدة وهي الكيلومتر. ثم ساحة المدرسة مثلها مثل طول الحجرة تقاس بوحدة المتر. بالنسبة لأبعاد الكتاب شفناها سابقا تقاس بوحدة موجودة في المسطرة تاع كل تلميذ وهي السنتيمتر. وبالنسبة لسمك ورقة أو سمك مثلا قرص ضعف اللي هو سيدي لا يمكنني قياسه بالمسطرة، يعني ممكن بالمسطرة أو هناك
العمليات اكثر دقه من النساء، يعني وحدتها راح تكون بالمليمتر وجزء اقل من 1 ملم. سوف نتعرف على هذه الاداه في الحصه المقبله، شرح في القسم باذن الله. واذا سمك السمك ورقه او سمك قرص باقه يقاس لحد الان بوحده صغيره وهي اصغر وحده وهي المليمتر. لماذا نستهدف؟ تقاس الاطوال في الجمله الدوليه بالوحده الاساسيه ما هي؟ هي المتر، معروفه عند كل الناس هي المتر. وهناك طبعا ابعاد اقل من، يعني وحدات اصغر من المتر تدعى بالاجزاء، ووحدات اكبر من المتر تدعى بالمضاعفات. هذا جدول تعرفوه في الابتدائي قريته. اذا هنايا اذا الوحده الاساسيه ما هي؟ هي المتر، رمزها ان. أجزاؤه يعني أصغر من المتر، الديسيمتر رمزه دي أم، السنتيمتر سي أم، والمليمتر أم بفوا أم أم أم. بالنسبة للمضاعفات يعني أكبر من المتر وهي ديكامتر دي أم، الهكتومتر أش أم، والكيلومتر كا أم، حيث 1 كيلومتر يساوي 1000 متر، 1 هكتومتر يساوي 100، وواحد ديكامتر يساوي 10 متر. إذا نتوقف عند هذا الحد. قلنا في الحصة المقبلة إن شاء الله راح نتعرفوا على أداة جديدة عليكم تدعى بالقدم القنوية أو القدم المنزلقة، وهي تقيس أو ميزتها أنها تقيس أن تتميز بالدقة في القياس. لماذا الدقة في القياس؟ لأنها تقيس بأصغر وحدة للأطوال وهي المليمتر وجزء 20 منها، يعني أقل من 1 ملم. سوف نتعرف على هذا في الحصة المقبلة إن شاء الله. تكونوا فهمتوا الدرس يا تلاميذ. بالنسبة للقسم 1 من 1 إن شاء الله، وأرجو منكم وسوف أراقب ذلك، لازم تكتبوا الدرس. بالنسبة للقسم 1 من 2 تعتبر مراجعة، يعني أنتم كتبتوا. بالنسبة للتلاميذ كانوا غايبين في القسم 1 من 2 إن شاء الله تكتبوا الدرس كذلك. سوف أرسل لكم بعض التمارينات وسوف تراقب التمارينات. واضح؟ مع السلامة، شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.